لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول علامات يوم القيامة، العلامات الصغرى، وقد تناولنا في الدرس الماضي علامة جديدة من علامات الساعة، وهي انتشار الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وذكرنا 10 مفاسد أو 10 مخاطر للكذب لهذه الكبيرة التي انتشرت وتفشت في كثير من الناس. ووعدناكم أن نذكر الليلة أنواع الكذب، لأن هذه الدروس ليست دروسا سردية لذكر علامات الساعة ونذكرها وينتهي الأمر، ويظل البعض متلبسا ببعض أنواع المعاصي وربما الكبائر، وإنما هي حلقات تربوية نريد أن نخرج منها، وقد تربينا على مائدة الكتاب والسنة، فأتينا بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا عما يكرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نتكلم الليلة عن أنواع الكذب، نذكر 10 أنواع من الكذب، نفتش في أنفسنا هل تلبسنا بشيء منها، هل في أو هل فيك أخي شيء من هذه الموبقات، حتى نبادر إلى التخلص منه قبل أن تكون العقوبة والعياذ بالله تعالى. للكذب أنواع كثيرة وأشكال عديدة، منها النوع الأول، وكما قلت في اللقاء الماضي نحاول أن ندون ونسجل هذه الأصناف وتلك الأنواع حتى نتدارس هذه المعاني المهمة، وننقلب إلى أهلينا معلمين وإلى إخواننا مذكرين ومرهبين ومخوفين. دون خلفي هذه الأصناف ولو باختصار. النوع الأول من الكذب، وهو أعظم أنواع الكذب وأسوأ أنواع الكذب عاقبة، هو الكذب على الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم ممن فعل كذا وكذا، يعني أنه أظلم من كل ظالم، لا مساوي له في الظلم والكفر، كما قال القاسمي: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، يعني يليق افتراء الكذب بمن هذا حاله ووصفه، من لا يؤمن بآيات الله والعياذ بالله تعالى. وقال الإمام ابن كثير: أي من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس منهم، لأن الكفار اتهموه بالافتراء والكذب، ليس منهم، لأنه أصدق الناس وأبر الناس وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا، بل كان مشهورا معروفا بينهم قبل الإسلام وقبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أيضا في بيان خطر هذا النوع من الكذب: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، يعني كفى ذلك وحده في كونهم أشد إثما من كل كفار أثيم، أو في استحقاقهم لأشد العقوبات والعياذ بالله تعالى. وانظروا إخواني للعواقب الوخيمة التي تنال هذا الصنف من الناس الذي يكذب على الله. قال الله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلا، وكل مفتر على الله عز وجل هذا شأنه.
وقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، يعني يوم القيامة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. اسمع: ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء أعظم الناس ظلما والعياذ بالله، يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم يوم القيامة، فيحكم عليهم بالعقاب الشديد. ويقول الأشهاد، يعني الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما والعياذ بالله، بل وتسود وجوههم يوم القيامة. قال الله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله، كما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهم، فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جهنم. ولذا قال بعدها: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يعني عن الحق وعن عبادة ربهم المفترين عليه. بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق يبلغ من المتكبرين كل مبلغ ويؤخذ الحق منهم بهما. وللكذب على الله عز وجل صور. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الكذب على الله يشمل الكذب عليه. قبل أن أذكر هذه الصور، هل يمكن أن تشتركوا معي في ذكرها؟ كيف يكون الكذب على الله؟ كيف يكون؟ واحد تفضل. لا، كيف يكون الكذب على الله؟ إنسان بيكذب على ربنا كيف؟ تفضل. نعم، جميل، صحيح. إيه كمان؟ هتفضل. نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى أيضا، الإشراك بالله. طيب اسمعوا، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: والكذب على الله تعالى يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة. الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، كما قال من؟ اليهود والنصارى. والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار أنه قاله وشرعه. تعالوا نذكر بعض تلك الصور لمن يريد أن يسجل ويدون. أول هذه الصور: نسبة الولد إلى الله كذبا. نسبة الولد إلى الله. قال الله عز وجل عن هؤلاء: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون كل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تأملوا مليا في هذه الآيات: قالوا اتخذ الله ولدا، هذا خبر عما فعله وافتراه هؤلاء المجرمون، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه، يعني تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا. ثم هناك عدة براهين مذكورة في الآية نزه الله عز وجل نفسه من خلالها. أولها قوله هو الغني. هو الغني يعني الغنى كله منحصر فيه، أنواع الغنى مستغرقة فيه، هو الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا فلأي شيء يتخذ ولدا؟ إذا كان هذا وصفه فلأي شيء يتخذ الولد؟ البرهان الثاني في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلمة جامعة عما لا يخرج منها موجود من أهل السماوات والأرض، فالجميع مخلوقون، الجميع عبيد مماليك له سبحانه وتعالى. ولو اتخذ ولدا وهو الخالق فسيكون الولد من جنس أبيه، لن يكون مخلوقا مملوكا، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. من المعلوم أن هذا الوصف ينافي أن يكون له ولد، لأن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، وهو سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا. البرهان الثالث قوله إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل عندكم من حجة وبرهان تدل على أن الله اتخذ ولدا؟ لو كان عندهم دليل لإيه؟
لأبدوه وأتوا به، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوا، وأن ذلك قول بلا علم. ولذا ختم الآية بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظم أو من أعظم المحرمات والعياذ بالله تعالى. ونعلم ونحن نعلم أن ممن فعل هذه الجريمة النكراء وتلك الكذبة الشنعاء اليهود والنصارى. فاليهود يدعون يوم القيامة كما في صحيح مسلم، ويقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ويقال كذلك، ثم يردون النار والعياذ بالله تعالى. ثم يدعى النصارى ويقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ثم يردون النار أيضا كما في صحيح مسلم والعياذ بالله تعالى. وإذا كان هؤلاء يشتمون الله بذلك ويسبونه كما في الحديث المتفق عليه من قول الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أن شتم ابن آدم لله في قولهم وافترائهم وادعائهم أن الله اتخذ ولدا، نعوذ بالله من الكفر، وأن تكذيب ابن آدم لله في قولهم أنه لا يعيده يوم القيامة، يعني في نكران البعث. إذن الذين ينسبون الولد لله يشتمون الله، فهل يستسيغ المسلم أن يهني من يشتم ربه في هذه المناسبة كل عام؟ الذين يتكلمون لماذا لا تهنون الكفار بأعيادهم؟ لما لا تشاركونهم في ذلك؟ نقول لا يجوز عندنا في شريعة الإسلام أن تبارك العاصي على معصيته، العاصي للكافر. لو أن إنسانا شرب الخمر أو زنى وسرق وقتل ثم أتاك مستبشرا، عليك أن تؤنبه وتعاتبه وتبين له خطر ما فعل بذكر الآيات والأحاديث التي تبين خطر هذه الجرائم، فكيف لو قابلته بالبشر والسرور والفرح والترحاب؟ إذن أنت شريك له في ماذا؟ في الإثم، لأنك راض بذلك وأظهرت ذلك بالفعل. إذا كان في شرع الإسلام لا يجوز للمسلم أن يبارك العاصي معصيته، فكيف يبارك للكافر كفره؟ وكيف يهني الكافر على كفره؟ كيف هو يشتم الله ويسبه وأنت تهنيه وتبارك له ذلك والعياذ بالله تعالى؟ ذلك كان هذا من الكبائر الموبقة المهلكة والعياذ بالله تعالى. ومن هذه الأنواع أيضا التي تدخل في الكذب على الله عز وجل ما ذكره الله في قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. اسمع لآخر الآية، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا في من يزكون أنفسهم وينسبون ذلك إلى الله، كما يفعل اليهود مثلا الآن في وصف أنفسهم بأنهم شعب الله المختار، وهذا من الكذب أنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه كما ذكر القرآن عنهم في سورة المائدة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني في هذه الآية يقول أي بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله تعالى. ليه؟ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب. إذا كان هؤلاء لهم هذه الحظوة وتلك المكان عند الله، إذن من عداهم ليسوا كذلك، ومن عداهم هم المسلمون، وهذا فيه قلب للحقائق، هذا فيه جعل الحق باطلا والباطل حقا. ولذا قال وكفى به إثما مبينا، يعني ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأسماء التي فيها تزكية، كما في حديث مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه قال سميت ابنتي برة. إيه برة؟ من البر والطاعة. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، قال صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. قال سموها زينب. تأمل حتى الاسم، فكيف بمن
فعل ما هو أعظم من ذلك، حينما يتفاخر ويتباهى بين الناس بما ليس فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يريد المدح بين الناس ويريد المكانة ويريد ارتفاع القدر. كيف ترتفع بين الناس بالكذب؟ ومن ذلك أيضا التحليل والتحريم وادعاء أن ذلك من شرع الله سبحانه. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هذا من الكفر. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما قال له عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: ما كنا نعبدهم؟ قال: أما كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحرام الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم. اتباع من يحل ويحرم في دين الله عز وجل مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي يدخل في هذا أيضا، يعني في افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى وادعاء الحل والحرمة في دين الله عز وجل بغير الرجوع للكتاب والسنة. لا تحلوا ولا تحرموا لمجرد وصف ألسنتكم الكذب وتصويرها له بصورة مستحسنة وتزيينها له في المسامع. ولذا قال الإمام أبو نضرة رحمه الله تعالى، واسمعوا للكلمة المهمة ولعلها تكون شعارا في حياتنا، قال: فلم أزل أخاف الفتيا منذ سمعت آية النحل إلى يومي هذا. فلم أزل أخاف الفتيا، إنه يفتي أو يعني يدعي شيئا في الشرع مثلا وهو لا يعرف أو لا يعلم أو ليس متأكدا مثلا، فلم أزل أخاف الفتيا منذ سمعت آية النحل إلى يومي هذا. ولذا كره الإمام مالك أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في مسائل الاجتهاد، مسائل التي ليس فيها نص. الإمام مالك كان يقول لا يقول قال الله كذا أو أحل الله كذا وحرم الله كذا طالما المسألة ليس فيها نص، وإنما يقول أكره كذا وكذا ونحو ذلك، فأبعد من أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقله. قال الله عز وجل أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، انظروا لهذه الكبائر، ثم قارن بها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا القول على الله عز وجل بغير علم يعم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. الذين يقولون الله عز وجل لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا من الكفر بالله عز وجل. الذين ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات أو يثبتونها بهيئات أو بما يناسب عقولهم العفن، الذين يستعملون علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة ويدخلون ذلك في العقائد فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الكذب على الله ومن القول على الله عز وجل بغير علم. يقول ابن القيم: هذا يعم القول عليه سبحانه أو يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه. هذا باختصار إخواني النوع الأول من أنواع الكذب، وهو الكذب على الله عز وجل، وهو كما رأينا أقبح أنواع الكذب بهذه الأشكال العدة الكثيرة التي ذكرناها. النوع الثاني من أنواع الكذب هو الكذب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك وفي تحريم ذلك وبيان خطره نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. إن كذبا علي ليس ككذب أحد، ليس كالكذب على أي أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، يعني كأنه حجز مكانا له في جهنم حينما تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح لأنه يخبر صلى الله عليه وسلم عن الله، فمن كذب عليه فقد كذب على الله، وقد سبق معنا خطر
إثم الكذب على الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل. من أفرى الفرى يعني من أعظم الكذبات. الفرى جمع فرية وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. من أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل، بل صاحبه يدخل النار ويحرم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وهذا متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فإنه من يكذب علي يلج النار. من يكذب علي يلج النار، يعني يدخلها والعياذ بالله تعالى. وقال أيضا: من كذب على نبيه أو على عينيه أو على والديه لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم ريحها، مع أن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما أو نحو ذلك. وهذا يبين الوعيد الشديد والزجر الأكيد لهذا الإنسان المفتري للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في الصحيحين: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ فيها منزلا فإنها مقره ومسكنه. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله فيما يروي عن محمد ابن أحمد ابن عبد الوهاب الإسفرائيني، قال: ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث من كذب علي متعمدا. يعني هذا الحديث رواه من؟ العشرة المبشرون بالإيه؟ بالجنة رضي الله عنه. وهذا يبين لك قدر هذا الحديث. وقال أيضا: هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61 نفسا، 61 صحابي رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما يتساهل البعض فيه ويقع فيه دون أن يشعر، حينما يأتيه حديث مثلا على صفحته على الفيس على الواتساب أو نحو ذلك، ويقال له: أرسلها إلى 10، أرسلها إلى 100 إلى آخره، وهو لم يتأكد من هذا الحديث ولا يعرف هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، ولم يكلف نفسه أن يسأل بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ أو العلماء هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. فربما يكون هناك، بل هم كذلك، من يريد الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينشرون مثل هذه الأحاديث، وأنت ترسل وتشاركهم في الإثم بغير أن تشعر، وهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك علينا أن نتحرى ما نكتبه أو فيما نكتب أو نرسل، قبل أن نرسل ذلك إلى الناس أن نتأكد من ذلك هل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبحث في كتب السنة أو من خلال الكتب الإلكترونية ونحو ذلك، حتى لا نقع في هذا الإثم العظيم. من أنواع الكذب أيضا، النوع الثالث الأولاني كان إيه؟ الكذب على الله. الثاني، اصحى يا عم الشيخ، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الكذب في الأحلام اللي هو الحلم، يعني أن يدعي الإنسان أنه رأى في المنام شيئا لم يره بالفعل، يكذب في حكاية المنام، وهذا فيه إثم عظيم. وبعض الناس ربما يريد أن تكون له مكانة ووجاهة، فربما يساعده في ذلك ادعاء بعض الأشياء التي أنه يدعي رآها في المنام وهو لم يره. يقول لك: أنا كل ليلة بشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، هو لم يره، ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الكذابين، وإنما يريد أن تكون له وجاهة بين الناس مثلا أو غير ذلك مما يدعى، وذلك ابتغاء الوجاهة والمنزلة بين الناس. تعالوا ننظر في عقوبة هذا الإنسان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى، للسائلين أفرى الفرى يعني إيه؟ أشد أنواع الكذب، أن يري عينه ما لم ترى. من أفرى الفرى يعني من أكذب الكذبات، والعياذ بالله، بل من الكذب العظيم الشنيع، أن يري عينه يعني الإنسان ما لم ترى، يعني يقول: أنا رأيت كذا، وهو لم يرى ذلك أصلا. وفي عقوبته يقول صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم، اللي هو الكذب بقى في الحلم، من تحلم بحلم لم يره، إيه العقوبة؟ حد يقوله ياخد كتاب؟ اصحى يا عم الشيخ، صحصح معانا، ها إيه العقوبة؟ أيوه، قال صلى الله عليه وسلم: كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وهذا في صحيح البخاري.
من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. طب نكمل بقى, يعني ايه كلف أن يعقد بين شعيرتين؟ حد يقول يعني ايه؟ يعني ايه كلف أن يعقد بين شعيرتين؟ هناخد الكتاب تاني. ايه يعني ايه يعقد بين شعيرتين؟ شعرتين يعني. تعملوا لي كده ليه؟ هو قال شعرتين ولا شعيرتين؟ دي غير دي. ايه بقى الشعيرتين؟ مثنى الشعير. عارفين الشعير؟ لا ما اظنش. الشعير عارفينه؟ ايه هو؟ طيب عملت هز راسك. ايه الشعير؟ بيتشرب. شرب ازاي الشعير؟ لا مش الغلة. أيوة كده, مش الغلة. في عندنا الغلة وفي عندنا الرز وفي عندنا الشعير. ما هو دلوقتي الناس بتاكل بقى العيش اللي هو الأبيض والأسمر وعيشة مترفين يعني. الصحابة زمان ما كانوا يأكلون أو ما كانوا يجدون خبز الشعير. يعني خبز الشعير ده أصلا يعني كان اللي يلاقيه يبقى دي كده يعني إنسان يعني. لكن العيش بقى الاسود ده اللي هو الرغيف المدور الصغير ده ما كانش موجود اصلا, خد بالك. وما بالك بقى الابيض, امال الفينو بقى. لا 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 لا, ما احنا كده متدلعين خالص. خبز الشعير ده, الشعير دلوقتي اللي هو الحيوانات بتاكله, اللي هو بتلاقي حبايه طويله كده وليها سنين كده من فوق زي شوكتين كده. انت اي علاف وانت معدي يقول له عندك شعير هيقول لك اهو, خد بالك. الشعير ده لو انت جبت شعيرتين كده حبيتين وعايز تعقدهم في بعض تعمل ايه؟ لو جبت حبيتين رز وعايز تعقدهم في بعض تعرف اهو كده بقى هيفضل يتعذب لحد ما يعرف يعقد بينهم, مش هيعرف اصلا فيفضل العذاب مستمر والعياذ بالله. من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. والحديث صحيح البخاري. قال العلامه ابن ابي جمره معناه انه يعذب طول الزمان الذي لا يقدر ان يعقد بينهما وهو لا يعقد, فعذابه دائم. والكذب في الرؤيا من الكذب على الله عز وجل كما قال العلماء. قال الطبري رحمه الله إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه. قال لأن الكذب في المنام كذب على الله تعالى أنه أراه ما لم يره, والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين كما سبق معنا. وكذلك لأن الرؤيا من خلق الله تعالى وحده, والكاذب في المنام يدعي أنه خالق ذلك بلسان حاله فينازع الله عز وجل في قدرته وخلقه, كما قال ابن أبي جمرة إنه نازع الحق جل جلاله في قدرته وخلقه. وكذلك هو كذب على النبوة لأن الرؤيا من أجزاء النبوة. قال ابن أبي جمرة فلأنه كذب على النبوة لأنه جزء أو لأن الرؤيا جزء من النبوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا, قولوا أنتوا لسه سمعين, فليتبوأ مقعده منين؟ من النار. كده أربع أقسام. ناخد قسمين كمان أو نوعين كمان ونختم. النوع الرابع ادعاء الشخص إلى غير أبيه. ادعاء الشخص إلى غير أبيه. إيه بقى ادعاء الشخص إلى غير أبيه ده؟ إزاي يعني؟ يتبرى من أبوه ويقول للتاني اللي أنت أبوي. ها؟ طب هو الراجل الغلبان الصغير ده ادعى ازاي انه غير ابوه؟ هي تعالوا كده نشوف. من صور الكذب انتماء المرء الى غير ابيه وعشيرته, وهذا ورد فيه الوعيد ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرى ان يدعي الرجل الى غير ابيه. الحديث رواه البخاري. ان من اعظم الفرى ان يدعي الرجل الى غير ابيه, يعني ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته كما قال الإمام الطيبي رحمه الله. وهذا الحديث يبين أن انتماء الرجل إلى غير أبيه من أعظم أنواع الافتراء والاختلاق. بل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر.
لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. لا ترغبوا عن آبائكم يعني إيه؟ يعني لا تعرضوا عن الانتماء إليهم. فمن رغب عن أبيه يعني ترك الانتساب إليه وجحد وانتسب إلى غيره فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه، خلي بالك من القيد اللي جاي ده، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، وهذا متفق عليه. طب لماذا أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكفر؟ لأنه كذب على الله تعالى. كيف؟ كأنه يقول خلقني الله من ماء فلاء، اللي هو مين؟ الثاني اللي بيدعي ليه، وهو أصلا مش إيه؟ ليس من نسله، وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره، فلذا استحق هذه العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، رواه البخاري. طبعا ليس المراد بذلك حقيقة الكفر التي يخلد بسببه الإنسان في النار، وإنما على سبيل التغليظ والتشديد. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، انتمى لغير مواليه ده بقى في حق من؟ العبيد، ها؟ أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال النووي يعني الله تعالى يلعنه، وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني صرفا ولا عدلا؟ أيوة خد لك كتاب بقى، يعني لا يقبل منه سنة فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، نعوذ بالله. قال النووي رحمه الله وذلك لما فيه من كفر النعمة. إيه كفر النعمة؟ نعمة إيه؟ الأبوة، أن الله عز وجل جعل هذا والد هذا، فهو يلغي ذلك ويدعي لغير أبيه فيكفر بالنعمة. لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل في أمر الديات يعني، وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق، وهذا في شرح مسلم. ومن أشكال هذا النوع من الكذب انتماء المرء إلى عائلة ليس هو منهم، انتماء المرء إلى عائلة ليس منهم. يعني مثلا فلان الفلان مثلا تلاقيه كتب على الصفحة بتاعته على الفيس فلان ده قرشي، يعني منين؟ من قريش. أو مثلا عثماني أو علوي نسبة لمين؟ سيدنا. أو حسني نسبة الحسن مثلا، وهو ليس كذلك، يقول لك أنا معايا كرنين أنا من آل البيت، وده ليس بإيه؟ ليس بصحيح، معنى كده؟ فهذا يدخل في هذا النوع من الكذب. ومنه تبني شخص ولد غيره ونسبة ذلك إلى نفسه، إن فلان يروح يجيب ولد من الملجأ وإيه؟ ويكتبه إيه؟ باسمه. نقول لا مانع أن يحسن الإنسان إلى أطفال المسلمين، ولكن لا ينسبه إلى نفسه، لا يقول هذا هو ابني، بل يعلم الناس أن هذا ليس إيه؟ ليس ابنا له، واضح؟ قال الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لإيه؟ لآبائهم، هو أقسط عند الله. النوع الخامس والأخير في هذا اللقاء، ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله. النوع الخامس، وهذا للأسف ربما يكون منتشرا، التشبع بما لم يعطى. التشبع بما لم يعطى، حد يشرح لنا العنوان يعني إيه أولا كده ويأخذ له كتاب؟ التشبع بما لم يعطى يعني إيه؟ عنده أموال وعنده، ها؟ يصف نفسه بألقاب وأوصاف. تعالوا كده نشوف من أشكال الكذب الموجودة لدى بعض الناس، إظهارهم أن لديهم ما لم يكن عندهم، إظهارهم أن لديهم ما لم يكن عندهم. روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول يا رسول الله إن لي ضرة. إيه الضرة دي؟ اللي هي إيه؟ الزوجة الثانية، اللي بيقولوا احنا بنسميها الضرة يعني، لكن هي ضرة، وسميت كذلك كما يقولون من الضرر،
ليه؟ لان هي لما بتيجي بت ايه تضر كده، بتعمل مشاكل الا من رحم الله. وانت ما تقتحمش المجال ده لما تبقى ايه قده، خد بالك، لا يصلح لذلك كل الناس. يا رسول الله ان لي ضره، فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ انت الموضوع قديم بقى، فهمتوها ولا فهمتوها؟ يعني ايه؟ لا ايوه بالظبط، تقول ده كل ليله عندي وكل مره بيجيب لي هديه وانا اللي مش عارف كذا وكذا الى اخره، وكل ده عشان تكيد في مين؟ في الاولانيه، وهي ما فيش الكلام ده. فبتسال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي ضره، فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والحديث متفق عليه. تعالوا نشوف ايه معنى الحديث. قال الامام ابو عبيد قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع يعني المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمراه تكون عند الرجل ولها ضره فتدعي من الحظوه عند زوجها اكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها. يعني هي زوجة ثانية أو تالتة، فتفضل تكيد فيها وتقول ده جاب لي وفسحني وجاب لي مش عارف إيه، عشان كل ده كيد للزوجة الإيه الأخرى. وكذا أو وكذلك هذا في الرجال. لبعض الإخوة يقعد دلوقتي لك بس ده في النساء بس، لا، كذلك هذا أيضا فين؟ في الرجال. وسنبين صورة أو صور ذلك بعد قليل. كلابس ثوب يزور، فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. يبقى المظهر بتاعه هو بيتكلفه عشان الناس تمدحه وتثني عليه ونحو ذلك. ده مش معناه الإنسان ما يلبسش كويس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على إيه؟ على عبده. وبعض الإخوة بيفهم الزهد فهم خاطئ، زي الصوفية اللي هو يلبس القديم والمقطع والمرقع وما يسرحش وما يحطش عطر. لا 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 لا، إن الله جميل يحب الجمال، جمال الإيمان، جمال القلب، جمال الأخلاق، وكذلك جمال المظهر والشكل. أما وجد هذا ما يسكن به شعره أو لحيتها ونحو ذلك، أو في سؤال الصحابي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، في سؤاله هل هذا من الكبر أم لا؟ فمظهر المسلم واعتناء المسلم بمظهره هذا أمر مطلوب لا مانع منه، وليس من الزهد كما يظن البعض، لأن الزهد ترك الحرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما هذا الذي تقصده فالتواضع في اللباس لله سبحانه وتعالى، فهذا يجر عليه الإنسان، ولكن ينبغي أن يضع الأمر في نصابه، ربما يكون ذلك سببا في إثمه، لأنه يوهم الناس أنه زاهد وأنه كذا وكذا وكذا. فالأمر بما في القلب وليس بما في الأشكال وما على الأجساد. كلابس ثوب يزور، فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. وقال الخطابي الثوب مثل، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي. يبقى الثوب يقول لك الثوب هنا في الحديث مثل، معناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب. يعني دلوقتي في أمثلة معروفة عندنا في اللغة العامية، يقول لك فلان ده ديلو نجس. مش عارف انتوا عارفين المثل ده ولا لا؟ يعني ايه ديلو نجس؟ يعني بيمشي على الأرض بيتعص من النجاسة. ايوه، امال ايه؟ يعني هو الله ينور عليك، انت من ساعتها عايز اديلك هدية. ان هو ماشي غلط، شغل بقى فواحش وكده وبتاع، فبيعبروا عن الثياب ويقصدوا مين؟ الشخص نفسه، خدت بالك؟ وامثال كتير جدا موجوده في اللغه بتاعتنا العاميه بيبقى من وراها حاجات زي كده، وللاسف بعضنا بيتناقلها وهو مش فاهم ان هي فيها معاني منكره ومعاني فاحشه، فما تقولش حاجه الا لما تبقى عارف هي ايه، خدت بالك؟ فهو بيقول لك إيه؟ كما يقال لمن وصف بالبراءه من الادناس طاهر الثوب. يعني احنا قلنا دلوقتي اللي هو الانسان اللي يفعل الفواحش ده ديله ايه زي ما بيقولوا؟ طب والانسان ما بيعملش؟ يقول لك ده طاهر الثوب. ايه معناها طاهر الثوب؟ معناها انه انسان ايه؟
متقي يتقي الفواحش والمنكرات ونحو ذلك. طب هل احنا قصدنا في الحالتين الثياب ولا الشخص؟ هو عايز يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد برضو الشخص ما يقصدش الايه الثياب، خدت بالك؟ بس ده مثل بيضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو سعيد الضرير المراد انه شاهد الزور، ان شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم انه مقبول الشهادة. ده تفسير اخر، يقول لك زي الانسان اللي هو ساقط العدالة الفاسق، يجي مثلا لما يتقال له تعالى في شهادة هتشهدها، يوم يلبس ثياب حلوة ويعمل عمامة وبتاع عشان يبان انه ايه، خد بالك خصوصا في الزمن القديم ان كان لهم هيئة معينة، لبس عمامة ولبس القميص وبتاع، فما يلبس الثياب دي الناس تظن انه مقبول الايه الشهادة. وقال ابن التين رحمه الله ان يلبس ثوبي وديعة او عارية يظن الناس انهما له. واحد حاطط عنده وديعة قال له شيل لي الثياب دي عندك بعد سنة حاجي اخدها، ينفع استعملها؟ اهو ده والعياذ بالله تعالى اعتداء وادعاء ما ليس له، يظن الناس انه ما له ولباسه ما لا يدوم ويفتضح بكذبه. واراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها، ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال الداودي في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين، وذلك مبالغة في التحذير. وقال الزمخشري أراد بالتثنية لألثوبي أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي زور ارتدى بأحدهما واتزر بالإيه؟ بالآخر، كما قيل إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر في الشعر يعني. وقال ابن حجر رحمه الله فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه، يعني غرقان في الإيه؟ في الكذب والزور والعياذ بالله. وقال الحافظ ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالة مذمومتان، فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل والعياذ بالله. ومن الأشكال المعاصرة لذلك ونختم بها ادعاء طالب وظيفة من مؤهلات وخبرات لم تكن له، يقول لك أصل أنا مطلوب في وظيفة وعايزين شهادة خبرة وأنا لسه متخرج، يوم يعمل إيه؟ أيوة يضرب، دي بتاعت يضرب شهادة، يعني يضرب بس الناس، أيوة أقول لهم يزور، أخذ بالك يزور شهادة أنه هو اشتغل 5 سنين أو 10 سنين وهو لسه إيه ما عملش حاجة، لا يجوز، كذب، ويتحقق وينطبق عليه هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى. أو لبس بعض أنصاف المتعلمين الملابس المعروفة لأساتذة الجامعات والأطباء لإيهام الناس أنهم منهم، يعني واحد يلبس ملابس ما هيش إيه ما هيش لي يلبس البلطو الأبيض مثلا عشان إيه يبين للناس أنه طبيب مثلا، لا ليس لك ذلك، وهذا يدخلك تحت هذا الوعيد. من ذلك رغبة منسوب العلم في ألقاب كبيرة فوق مستواهم، مثلا مثل شيخ القرآن، شيخ التفسير، شيخ الحديث، محدث العصر، العلامة، خطيب الأمة، البروفيسور مثلا، دكتور الفلاني، وهذه ليست له. وأخاف وأخشى أن ينطبق ذلك على بعض الناس حينما يكتب مثلا على المحل دكتور فلان الفلاني تصليح مش عارف إيه، أخذ بالك في تصليح الأحذية أو كذا دكتور في كذا، طب أنت أصلا إيه الدكتورة في كده، يعني نتقي ذلك حتى لا نقع تحت هذا الوعيد. ومن ذلك استكتاب بعض الكبار الرسائل العلمية والبحوث من مرؤوسيهم أو من غيرهم ثم نسبتها إليهم، يعني إيه؟ يعني واحد يحقق كتاب مثلا أو ياخد كتاب ويغير الاسم ويكتب على إيه على الجلدة من بره أنه هو اللي ألف الكتاب أو تحقيق فلان الفلاني، وهو أصلا ما حققش حاجة، ده غيره اللي عمل، لكن هو يريد من وراء ذلك الرفعة لنفسه وغير ذلك. كل هذه وكل ذلك من أشكال المتشبع بما لم يعطى، أعاذنا الله تعالى والمسلمين من جميعها، إنه سميع مجيب. وهناك أقسام وأنواع أخرى من الكاذب نتناولها بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكذب، وأن يرزقنا الصدق، أن يجعلنا من أهله، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.